30% لو 23%؟ 34% اللي هي أعلنت. وطبعا بالمناسبة يفترض من أعلنت نتائج الثالث متوسط مفروض تطلع الوزارة بمؤتمر صحفي. خلونا نفتهم الحقيقة. مثل ما يعلنون تقل الامتحانات يبرزون وثائق، نطلع على الوثائق، لكن المعلومات اللي عندنا احنا 23% نسبة النجاح بالنسبة للمرحلة المتوسطة. والأهلية؟ الأهلية هي هنا الكارثة. هنا الكارثة. المدارس الأهلية حققت نسبة رسوب تصل إلى 90-95%. عم الناس طابة بفلوسه أكو يا مريض، يعني طاب بفلوسه، يعني شنو يشتري؟ يشتري التعليم بفلوسه؟ غير أكو ضوابط حقيقية للموضوع، وإذا داخل بفلوسه. هي هاي اللي وصلت التعليم طيب. إلى هذه هاي الكارثة اللي احنا نتكلم بها. يعني